اذا الان كنتواجدوا على مستوى منطقه البرنوسي حيث الاشغال على قدم وساق على مستوى المشروع ديال قناه بي ان هو مشروع مهيكيل اللي غادي من تخفيف الضغط على القنوات ديال المياه الشتويه اللي متواجده في المنطقه كتعرفوا بان هذه المنطقه كتعرف اثناء الهطول ديال الامطار واحد المجموعه ديال النقاط ديال ديال تجمع المياه وبهذا هذا المشروع تم التفكير فيه باش يخفف هذا الضغط هذا ويتم تحويل كاع ذاك الصبيب اللي تيكون زيد في القنوات المتواجده يمشي لهذه القناه الجديده هذا المشروع هذا هو منظومه متكامله في ثلاثه ديال الاجزاء كل جزء معطيناه لشركه معينه باش نحاول ان يعني نخفوا من هذاك من ذاك المستوى التوقيت ديال الزمني ديال المشروع كامل بالنسبه للكلفه الاستثماريه ديال المشروع فهي وسبعة 277 مليون ديال الدرهم وهي مموله من صندوق الاشغال لمجلس المدينه.